السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي حلقة اليوم بمقطوعة عن فلسطين، وأستهل المقطوعة شكرا لله لأننا عراقيين. بخضم هذا الصراع والوضع المأساوي اللي يمر به العراق، لكن تلقى مدافع جيد من أجل إخواننا الفلسطينيين. شكراً لكل الناس اللي وقفوا ويا فلسطين، شكراً للعشائر، شكراً للنخوة، شكراً للعروبة، شكراً للحس الوطني، شكراً للحس القومي. ألف تحية ود وسلام، وشكراً لعراقيتهم، وشكراً لوطنيتهم، وشكراً لهذا الإباء. عجبني مقطع فيديو صراحةً، ناس كبار شياب انه يخابرون سين وصاد وكذا، اكو تطوع الغزة، اكو كذا، العمر بعد ما بي وقت نعيشه بذل، عشنا احرار ونموت احرار. فتقول وصلت للحلق بس ما اكلناها، الرخيصة البايتة للغير عفناها، وشبعنا حجار شي يدرون بينا عثوق، وطقونا وجرى دمنا ومسحناها، وتحملنا عطش، روح اسأل النهران من رادة ندنك، ما شربناها شن خيالنا شما طمه ونرد فوق، التراب الرادة تغطي سحقناها، وبيام العسر مو هسه وقت الخير، من كانت الخبزة بروح جبناها، وطلعنا نصيد وتدرينا ويحس هنجيس، وصدناها وطبخناها ونطيناها. عراقيين الغيرة العدنة بالتكوين، قلوب نضاف كنا مرايت معرسين، او يدرهم عرك شي يلعب بوجهين، اقطعوا رجلينا بس ما نسينا الثارة، عطر نوصل بلا رجلين. حلقتنا اليوم شاعر شعبي من مدينة من محافظة تسمى عروس الفرات الأوسط، من العشائرية الجميلة، من الناس الرائعين، من الثقافة، من الأدب، من الكرم الشعبي، تحمل ممكن أهم اسمين في خارطة الشعر الشعبي العراقي، عزيز السماوي وشاكر السماوي. رحبوا معي من سلالة هذه الأسماء الحبيب أحمد الزرفي. الله يسلمك أبو الأكبر، الله يطول عمرك، وشكرا جزيلا على هذا الإطراء وعلى هاي الليل المقدمة، وتحيات الديوانية لك طبعا. ألف تحية لك، شلون هالديوانية العظيمة؟ تسلم عليك، أنا كلش أحبها للأمانة. وإحنا نحبك. الله يسلمك. الله يسلمك. الديوانية مثل ما ذكرت مدينة عزيز وشاكر وعلي وصاحب الضغيري وكاظم خبر. نعم نعم، والقائمة تطول، وعماد المطاريحي، والقائمة تطول 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 جدا. نعم، أنا ذكرت الأكبر عمرا باعتبار أنه الديوانية مليئة بالإبداع. أحسنت، مليئة بالإبداع. هن يقولون مثل عثوق البرحي، يمنتهن حلوة ويسرتهن حلوة، خير من تتخيل. الله يعزك. الله يسلمك. شلون الشعر أبو شهاب؟ والله بخير. خلينا نعرج على اليوم. اليوم قضية الشاعر صراحة قضية إنسانية، وين ما يصير الموضوع إنساني تلقى الشاعر له موقف. أكيد. فأكيد عندك رسالة أو كلام يخص فلسطين وخز غزة بصدد هذا الموضوع. تشوف المقاطع المؤلمة والقصف بين وبينك التخاذل من البعض، تتفق ويا مو؟ أتفق جدا، يعني هي مقاطع يعني يدمى لها القلب ويعني يندى لها الجبين، ولكن لا حياة لمن تنادي ها يا عرب ما بيكم بعد فزة، أي بالله وصل سابع سمة دم من نسل غزة، ها يا عرب ما بيكم بعد فزة، وصل سابع سم سابع سم الدم من نزب غزة، بس هو الذليل يعيش ما مهيب، إذا مو بالوحل ما يعيش عرب عزة. الله 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 يحفظك. الله 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 الله. شلون الحياة الشعرية مال أحمد الزرفي؟ والله بصراحة صاخبة، أو خلينا نقول زاخرة شعريا. جيد. يعني أنت مواكب تابع وكتابة ومشاركات وكذا؟ من أكثر الناس اللي متابعة بالوسط. حلو.
من أكثر الناس اللي واكبت بالوسط الديواني حتى بالوسط العراقي. أنا يعني متابع جيد. أنت متمسك بالناس اللي عندك علاقة بهم؟ بس مو دائما. يعني متمسك بالناس اللي يستحقون واحد يتمسك بهم أبو الأكبر. وتتخلى بسرعة؟ هي مو تخلي، ولكن يعني أعتزل ما يؤذيك الحكمة تقول. أها زين، ليش عفتهم؟ اللي يؤذيك تعوفه. والله حتى لو كان روحك بي. والله وجودك مهم بس بعدك أحسن. والله وجودك مهم بس بعدك أحسن لي. لو دايس على الجمر من حبك أسهل. إقبالك أوج وانطفي وانت بصلافة ضعفة بنيران متسلي. كافي تذب على القلب، كافي لعب على القلب، تذبحنا وجه الصبح والمغرب الصبح. لا يا ربك، كافي تذب على القلب، تذبحنا وجه الصبح والمغرب الصلي. أبو شاب، تحس الخجل معيب للرجل لو مكمل للرجل؟ والله هي الرجولة أغلب الأحيان تكتمل بالخجل، يعني واحد لازم يستحي. الله، وإحنا خبز للي ينشط طبعنا، خبز للي ينشط طبعنا وحنطة تاكلها الرحي. خبز للي ينشط طبعنا وحنطة تاكلها الرحي، ونقش بدوية على حاجة طيبنا المائل. الله، تنزل من السماء عيونك وأنا قلت له لحي، أمنيت أقول لك أنا أحبك بس وحق الله استحي. أويل يا ربك، أمنيت أقول لك أنا أحبك بس وحق الله استحي. بصراحة مار بيك هالموقف؟ إحنا أغلب الشعراء يمرون بالمواقف، صح هم لسان الناس ويترجمون المواقف، بس هو يعني الشاعر الصادق هو مار بينا. الله، الرجولة يعني بصراحة اتفاق متلاصق مع شموخ. تمر في بعض الأحيان مواقف تخليك شلون تقول تنزل راسك، تتنازل يعني. تتنازل ايه يعني، هي اكو مواقف انت ما تكون بيها يعني يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، بس انت بعض الاحيان تحتاج يعني، وين الناس اللي تحبهم. الله، وين الناس اللي ترد خاطرهم. فما ردت احبك بس لقيتك واجب. ما ردت احبك، ما ردت احبك اي بس لقيتك واجب. الله الله، انت العيون العالية على الحاجب، انت المراية اللي ما شفت بيها عيوب، يشفت كل شيء وما قدرت تحاسب. مو تدري العيون التحن من تشتاق، تعرف تبكي وما تعرف تعاتب. الله، واللي يطخ راسه من العشق ماكو اشكال، بس هاي ما اظن بيها طول الشارع. اويل يا ابي، ذكرتني هيك يقول الشاعر المبدع حامد الشمري، الف تحيه له. تحيه لابو بغداد. يقول ادري ايش بيك، خايف تنقص احساس، عمت عين اللي يحب وما يطخ راس. ما شاء الله، تحياتنا له حج حامد. الف تحيه لابو بغداد. الف تحيه له. شلون الشعر اليوم بالديوانيه؟ بهاي الفتره فتره الزهو. الشكر لمن؟ للجميع لكل القائمين. الشعراء الديوانيين يشتغلون وكأنما خلية نحل. أحسنت. أكو تعاون، أكو حب داخل المدينة، وهذا راح ينتج منافسة شريفة وراح تنتج كمية من الإبداع. برأيك أحمد، إيش قد الناس اللي راح يعرفونك مني يشوفون حلقتك من 10؟ راح يعرفوني من خلال حديثي او من خلال لهجتي؟ لا 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 لا، عفوا، من يعرف حضرتك انه انت الشاعر احمد الزرفي؟ من 10؟ ايش قد ممكن؟ 10 9 2 3 ايش قد؟ هو هذا يعني الناس تحدد، ولكن يعني توقعات شايف؟ يعني فوق الستة. فوق الستة، جيد. ظلوا 4. ايه، تقدر تقول لهم هذا انا بقصيدة؟ اقدر. نسمع. طفيت طول الشمع من عاندك ليلي، وخليت دمع نذر حنة بمناديلك. طفيت طول الشمع من عاندك ليلك، وخليت دمع نذر
حنا بمناديلك ويلكمنا حتى الهوى اللي ما بيعطر منك. كل يوم اقول ان خلص راح ابتعد عنك بس ارجع من الصبح من ضيمك اشكيك. اه طفيت طول شمع من عاندك ليه يا اخي. القي 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 بحساس يرحم والديك. طفيت طول شمع من طفيت طول شمع من عاندت ليلك وخليت دمع نذر حنا بمناديلك ويلكمنا حتى الهوى اللي ما بيعطر منك. كل يوم اقول ان خلص راح ابتعد عنك بس ارجع من الصبح من ضيمك اشكيلك وترجع دموع العصر تتوسل بخدي. والله ردعوفك صدق بس قلب ما عد. ترجع دموع العصر تتوسل بخدي والله ردعوفك صدق بس قلب ما عدي. دمع لا شف برد يا ما برد حيلك ويخون بي القلب بس ما رضى يخونك. واندار لك كم نذر يا دار عيونك حضن ام عوفه وجهي محضنك بجيب الله وبسكوت يمشي العمر. ردني الهلي وغني ظليت طير بقفص كلهم مشوا عني. اوف بسكوت يمشي العمر. الله بسكوت يمشي العمر. ردني الهلي وغني ظليت طير بقفص كلهم مشوا عني. ارسم عشوش وسعف وتلوح لسامك وارسم جرف للعطش والدوسه بجدامك وتلكمني وانا اعتذر. تلكمني وانا اعتذر ما لومك تعودت ما تفرح وتنسعد الا بك قدامك. وقلت لك جوان الزلف من طاح طولك شمس والقذله مشراقه يا باب يا مستحى يا ما شهبت الصدق بجفوف الملاقه يا طوق صوغة عرس نشفى سواج الدمع شايم تنتلاقي. شو الجمال هذا؟ الله يحفظك يا ابو الاكبر. انت مضموم؟ لا احنا مرات من تشوف لك انسان يعني شلون تنعدم من عنده شلون الاشياء الجميله فانا يعني من جيت ما كنت هيك قويه قويه راح تجي نعديت منك قويه قوية الله يوفقك موفق اي ما موفق ان شاء الله. الله يحفظك الله يخليك. جيد صدق والله انت مضموم. انا اللي ادري الاشياء الثمينه والغاليه تنضم. هو الاشياء الثمينه لا نجدها بل نبحث عنها وانت من الباحثين عن مكامن الجمال فالحمد لله انه هاي الاشياء جاي تصير وتحكي. الله يعزك. الله يسلمك. الله يطول. انت يحسدوك؟ لا انا احسد بعض الناس. صدق؟ اي عينك جيس؟ لا ها احسدهم اللي ما عندهم شيء اللي يحطون رؤوسهم على المخده وينامون. اه ويلي ابو قلب الخالي. اي ذول اللي ما عندهم شيء. الف هنيال قلب القلب اخطأ اللي ما يعرف شنو ضايم الليالي حط راسه على المخده. الف هنيال قلب والقلب الف هنيال قلب والقلب خالي اللي ما يعرف شنو ضايم الليالي اللي ما يربط مزاجه بضحكة إنسان مرة تشوفه ناسه ومرة عالي. الله اللي ما يربط مزاجه بضحكة إنسان مرة تشوفه ناسه ومرة عالي. غشيم وقلت أحبه بكل الأحوال علنيت وقلت يحسبنا غالي طلع حاسبنا عابر حسبة الريع وأنا الحاسبة حسبة الجهال. أوف هاي المشاعر صادقة بالقصيدة؟ غالبا ما تكون صادقة. أها يعني الاعتماد على الجانب الفني أكثر ولا على جانب الواقعية أكثر؟ والله هي يعني لابد أنه تكون خليط ولكن بشرط متجانس. جميل. حتى يعني ماكو جزء يتغلب على جزء. أكو مفردات لطيفة عند حضرتك تدلل على وعي بصراحة. الله يسلمك. إحنا يعني للأمانة نشير للأشياء الجميلة. أعتقد هذا البرنامج أتمنى يكون نافذة لانطلاق الجمال وهو كذلك. الله يسلمك. فشكرا لوعيك شكرا للجواب الممتع حقيقة. شكرا لدعوتك. الله يسلمك. الله يعزك. للأمانة. تسمح لنا ناخذ فاصل ونرجع نكمل الحديث الشيق؟ أكيد. يلا ناخذ فاصل. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم عدنا وياكم بالبارت الثاني
مع الحبيب احمد الزرفي. الله يسلمك ابو الاكبر. شلون المحاماة؟ والله زين. من الممكن الشاعر يعني يقطف موضوع يكتسب موضوع من مهنته يتفيده بالقصيدة؟ طبعا الشاعر يعني قناص، كاميرا، الله، كاميرا متنقلة، بس يجب أن يبحث عن مكامن الجمال أكثر، يعني يتجنب الأشياء السلبية طبعا، لأن هو شغلته أنه يبروز المجتمع. جميل. جميل. الأشياء اللي تشغل بالك غالبا ما أثناء القصيدة؟ والله يعني أقصد تكتب اللي تريده لو تكتب على مود يعجب الجمهور. هو اللي يقول لك أنا ما أكتب للجمهور هذا يعني جانب الصواب للأمان، يخالف الحقيقة، لأنه إحنا علمنا الله طال موهبة على مود يعني نخدم بها الناس. إحنا الله سبحانه وتعالى كرمنا بهاي الموهبة من أجل الناس. جميل. يعني هسا إحنا لو ما نشوف لو ميسي ما يلعب طوب وإحنا متونسين هاي الونسة، ما متونسين، فهاي موهبة الله طاهية، أما بنعمة ربك فحدث. جميل. فأكيد الناس إلها الجزء الأكبر. صحيح إحنا نبقى مشاعرنا وردود أفعالنا وتفاصيلنا ويعني مشاعرنا نخليها على الورق، ولكن الناس جزء كبير منها. حلو. أحمد جاي تمشي بطريق معين. إيه. وشفت شخص. أول شغلة تنعجب بها ممكن شنو هي؟ والله يعني أبو الأكبر أكو أشياء تأثرني. أسير. مثلاً أنا ما أقدر أقاوم القذلة. هلا 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 هلا. النوب. ودي خبر. حتى أحسب حسابه. مالي قلب للفرح لو شفتك ببابي. النوب ودي خبر. خل أحسب حسابي. حتى أحسب حسابي. مالي قلب للفرح لو شفتك ببابي. وخلصني من قذلتك. نعم. ما تشفيني شر قذلتك. ما تلعب ويا الهوى، تلعب على أعصاب. الله. قلت لك القذلة من الأشياء اللي يعني اللي ما أقدر لها الأمان. والنوب ودي خبر. حتى أحسب حسابي. مالي قلب للفرح لو شفتك ببابي. أويل يا أبا. وخلصني من قذلتك. ما تلعب ويا الهوى، تلعب على أعصابي. أنا سأل هذا السؤال وبصراحة أحب أجمع أجوبة عليه، أريد أشوف جد عدد المتفقين مع المخالفين. دموع الرجال معيبة؟ مراتك مواقف تجبرنا نبكي، بس هي بصورة عامة ما نقول معيبة، بس خلينا نقول صعبة. صعبة؟ صعبة. صار لك جد ما باكي؟ والله من فترة طويلة، يعني أكو ناس يردوني بتشوك او عبالهم انت دمعتك سهله، ف يعني حسبالك يبكي بغيبتك. ها لا، هذا حتى تفكيرك. حسبالك يبكي بغيبتك؟ لا لا، هذا حتى تفكيرك. شبعان من لا تجلا شرك ولا خيرك. روح روح امشي ربك ما قطع، ودالي واحد غيرك. هو ادالي واحد مو حكي، لا يفتهمني بنظره، والحمد لله والشكر هذا كنت منتظر. ربي رزقك ان شاء الله. الله يسلمك. ربي رزقك. الله ربي رزقك. ايه العوض افضل. ايه. ايه. عوض رب العالمين هائل. ها الحمد لله. شنو الاشياء اللي ممكن تنهي العلاقه بين اثنين تحسها عمود فقري للعلاقة من وجهة نظر؟ الله، أنت عنودي. الإهمال، فما يضل شيء، حتى السلام نشيله أحسن وأفضل. ما تنحل لعشرتك كانت حنظل. شلون شلون من البداية؟ حتى السلام نشيله. إيه. أحسن وأفضل. لا والله. ما تنحمل عشرتك كانت حنظل. وصلت مراحل نحكي رسم مبينين، واحد يقول للثاني اخويا تفضل. فالعناد كفيل لنهاية علاقة.
والهمالهم كفيل لها اي علاقه. احمد القصيده يعني بصراحه هسه هنا خلال ابياتك اللي جاي تقراهن احس انه يعني تغذي جانب مهم، جانب عاطفي مهم، ويمكن هي مشكلة من مشاكل الحياة الأزلية أنه أشياء العاطفة والمحبة. أكيد. يعني واحد في بعض الأحيان يريد له كلمة واسي، بيت شعري واسي، تتفق وياي؟ أكيد. المشاركات الشعرية تختلف عن المشاركات داخل البرنامج؟ بالمهرجانات والأماسي؟ يعني القراءات اللي واحد يحضرهن مثلاً البرنامج معين نفسهن اللي يحضرهن المهرجان، لو أكو فارق بيننا وأكو فارق بيننا؟ لا أكيد أكو فارق. أكيد المهرجان أو البرنامج ممكن أنت يكون بإعداد، ممكن تجي محضر، ممكن تنتظر ردود فعل الجمهور، ممكن هواي بي يعني بوقت بمسافة. المهرجان يراد لفراسة أنه أنت تقرأ الجمهور، تقرأ الناس شو تريد. جيد. أي وبناء على يعني ردود أفعال الناس على أنت تقرأ. أي على الشارع أنت تقرأ. إذا ما كنت مدعو العفو بمهرجان يعني سبيشل يعني خاص في شيء معين، إذا كان مهرجان عام إنه أنت ممكن تقرأ الناس وبالتالي تطرح نتاجك. بهالحالة راح يختلفون فراسة شاعر عن شاعر. أكيد طبعًا. يعني ممكن واحد يصيب واحد يخيب. أكيد طبعًا. يعني مو دائمًا. مو شرط الفراسة حاضرة. مو شرط يكون هو أصلاً مو شرط تكون الفراسة موجودة عند الشعر، مو عند كل الشعراء. طبعاً 100% 100% نقدر نأخذ قصيدة أنت يعني سمي ليها مهرجانية مع البرنامج وشنو الفرق؟ تمام. يعني هو مو فرق كبير بين القصيدة المهرجانية والقصيدة اللي تنقرأ بالبرنامج أو تنقرأ بالأمسية. يعني أنا من الناس اللي أقرأ للناس أينما كان، يعني أنا من الناس اللي يعرفوني كشاعر كلهم علاقتي بهم مباشرة، أصدقائي، فمن يطلبون مني قصيدة أو مقطوعة أو بيت أو شعر بأي مكان على بساطة أحمد قرأنا شعر أقرأ له بالمكان اللي هو موجود به. حلو. والقصيدة هي لها لاين معين يعني منحة تأخذه، بس أكو طريقة بالإلقاء يتخذونها بعض الشعراء يعتبرونها القصيدة مهرجانية. جيد. أنا مو من هذا النوع. بالله خلنا نسمع. مرات من قد الألم لا تشتكي ولا تشعر، تتوسل غيوم الجفن بس ما أسمع. مرات من قد الألم لا تشتكي ولا تشعر، تتوسل غيوم الجفن بس ما أسمعك. تمطر ما يبقى عندك حل وسط، لو تنكسر لو تكسر. لو تنكسر؟ لو تكسر. الله. ساعتها يتلاشى الدمع، قلبك يحدد موقف، شديت عينك بالعذر من شفت جرحك ينزل. أوف. ساعتها يتلاشى الدمع، قلبك يحدد موقف، شديت عينك بالعذر من شفت جرحك ينزل. لو ماتوا قبالك بعد لا تنبض ولا ترجف، من تبدأ تنسى وتقتنع، ترسم حلم وتعيشه، تصفط أحلامك عالجنح وتشوف أنا قصريش. أويلي يا أخي. من تبدأ تنسى وتقتنع، ترسم حلم وتعيشه، تصفط أحلامك عالجنح وتشوف أنا قصريش. توصف شعورك عالبعد بس ما تريد تجربه، مثل اللي يحب حزن الوطن ويعيش طعم الغربة، أحلامه يقمعها الدمع والليل يبدي شربه، تبدي الملامح تختفي والحزن ياكل قلبه، تعيش التناقض من صدق تحتاج كاس وتربه، ترجع على الوم الصور ما بيك حيلة قلبه، اتشانا يضحكونه كمس بتشوق كل الصعب. الله. يستاهلون هذا الشعر؟ والله هم اي ما يستاهلون. ما يستاهلونه؟ اي بس هم ممنونين. شكرا. انت تقول لهم شكرا؟ اي لان نرجو لقصيدة. اي شنو اللي ما تحبه بيهم؟ يعني الجحود مو حلو، النكران مو حلو. شنو اللي تحبه بيهم؟ شايل عيون المها وضحك الطفل، لأنه بالمشكلة عيون تشهب.
شايل عيون المها، شايل عيون المها وضحك الطفل، لأنه بالمشكلة عيونك سهل، شايل ملوحة القاع بالجنوب وحاطة المرود عيونك كحل، هل يا حبيبر دهل شام تستكتل كتل، ولي عاين على رموشك انسحل به انسحل. هاي طلعت انت هم أسير الشغلة ثانية، هم أسير للرموش وللعيون. يا أخي هو بصراحة عناصر الجمال كثيرة، صح لو غلط؟ أكيد. هي من 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 يعني من تعشق شخص ما تشوف، يقولون العاشق أعمى ما لا يرى، يرحم والديك لا يرى عيوب من يحب. أي. عدل؟ أكيد. فبحيث انه تعشق اشياء ممكن كلش بسيطه بسيطه ما حد بسيطة بيها ولا واحد يندهي. ايه. اذا هو ما يدري هاي التفاصيل اكيد بيه. اكيد له هي حالاته هو ما يدري انت عاشق. اكيد انا اقصد العاشق مو عاشق فقط لحبيبه، اكيد ايه عاشق لوطن. مستحيل ان نختصر هاي الكلمه الكبيره بانه عاشق حبيبتي، لا مستحيل ابدا. يعني انا عاشق من الطراز الاول يعني للناس. والله سولف لنا سولف لنا يرحم والديك. أي. يعني ما نقدر نعيش بدون حب. شلون نعيش بدون حب؟ يعني هسه انا ادخل المكان وما اكون عاشق للمكان وللناس الموجوده بي، ماكو روح ماكو تبادل. لا ما اقدر. لا وللاماكن ارواح كمال البشر. اي بالله صحيح. فكيف مال البشر؟ يعني انا ادخل للبيت اذا ما اشوف والدي ووالدتي او زوجتي واخواني واطفالي واطلع اشوف جيراني واجي لمكان العمل اشوف الناس اللي وياي، يعني واطلع للسوق اشوف هاي الناس الحلوه وهاي شلون ما شلون اعيش بدونها. احمد من وجهه نظرك التشابه لطيف لو غير لو مو لطيف؟ يعني الاختلاف اجمل. الاختلاف اجمل مو جيد. شنو اللي يميزك كشاعر عن غيرك؟ والله يعني انا دائما حتى يتهموني يقولوا لي انت مجامل، انا اتميز بلين الكلام، يعني اخلي المقابل اعطيه مساحه ما راح يضرني بشيء، بالعكس يعني مو شرط تطلع انت، مو شرط تطلع منتصر بالجدال، اطلع منتصر بالقلوب. ليش تنتصر بالجدال؟ يقول ماذا يضرني اذا خسرت النقاش وكسبت ضحكتها؟ شنو انقلبت الدنيا؟ خل اخسر النقاش. خرب القدر مثلا؟ لا والله فدوى النقاش، فدوى فدوى النقاش وراع النقاش بالله الكريم. ف يعني للامانه هذا انا مع هاي الجمله، اكو بعض الاحيان مو الا اطلع منتصر، اجوز اكسبك. انتصر بجانب اخر؟ اي انتصر بجانب اخر؟ اكو صور الرياضيين اثنين اذا يشوفونها المصممين يا ريت يصممون هذا المقطع، صور الرياضيين عدائين. اي فالظاهر هم من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. فبلشوا تقربوا على خط الفوز والثاني وقع. الاول ما فاز ورجع له، لا عاف الفوز واجى وقوم صديقه. فكاتب كاتب لذة المساعدة أفضل من لذة الانتصار. جميل. وهي لذة العطاء أفضل من لذة الأخذ بصورة عامة. طبعا تحس أكو سمو بالعطاء. طبعا طبعا سمو. طبعا طبعا طبعا. شنو الأشياء اللي منطيها متندم عليها؟ والله ما إحنا يعني الأشياء اللي نطيها ما نتندم عليها. لا والله لا، اللي يطلع من الجيب ما يرد. لا ما يرجع ابدا، حتى على الاشياء المعنويه مو الاشياء الماديه، مو بس من الجيب، يطلع من الجيب من القلب من العين من الروح من الحياه ما يرجع خالص ابدا. اللي يروح بمزاجه ما يرجع بمزاجه. لا ابدا، وصلوا له الحكي وقالوا له خليه يرتاح، خليه يلجم خيوله ولا يحد سيفه. ها الحرب خلصت وظلت بس الامتانه، الحلم حد الرمش بس يقعد يعيفه، كان يحب امس مات ودفنت وياه، وحتى على الجفن ضميت اثر طيفه، القانون الجديد الرايح الله وياه واللي بكيفه مشى ما يرجع بكيف. هذا قانوني في مال لا شن نلعب احنا بس؟ لا ما نخش قانون. اي لازم يعني يدخل حيز التنفيذ هذا القانون، يفيد هواي ناس. عندي هواي اسئله وياك بصراحه. أي. بس خلنا ناخذ فاصل ونرجع. تمام. مشاهدينا الأكارم،
فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم والأفاضل، وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب أحمد زرفي، ضيف رائع. مر الوقت بسرعة في دول عمرك، الله يعزك. وجهات نظر شخصية، حضرتك تحب الانعزال ولا الاجتماع؟ والله أنا جدا اجتماعي، بس بعض الأحيان تشوف العزلة من تنعزل تشوف نتائجها أفضل. تشوف نتائجها أفضل يعني بهواي. فأنا جربت وشفت. لو أدري هيك اللي ابتعد يرتاح قلبه وباله. أها. شا قلت لك من أول سطر كل من يظل الحالة. لو أدري هيك اللي ابتعد يرتاح قلبه. يرتاح قلبه وباله. شا قلت لك من أول سطر كل من يظل الحالة. الفلاح اللي يعوف العنب شظن تهم مسلالة. هو أنا باخر مرحلة هسه التجائج ماله. الله. هو أنا باخر مرحلة هسه التجائج ماله. الله الله الله. أبو شهاب حبيبي، يقولون ضروري لكل شخص إلى شخص آخر يفضفض له. يقولون اللي يفضفض يرتاح. تتفق مع هاي الجملة لو أنت كتوم؟ والله بطبيعة حالي أنا من الناس الكتومين، بس بأغلب الأحيان أصدقاء القريبين عليه يعني أقل شيء يصير يعرفوني، يعني من ملامحي. أكو واحد عيونه سولف. أي من ملامحي، من عيوني، من تفاصيلي مباشرة، فأنا ضمهم بالقلب، بس عيني تحكي يلي تمن العصر بالليل أغني. الله. أضمهم بالقلب بس عيني تحكيهم يلي تمن العصر بالليل أغنيهم. كل هالناس تحكي جيوب بيهن شي بس ما حسه ان جروحك شبيه. الله. كل هالناس تحكي جيوب بيهن شي بس ما حسه ان جروحك شبيهن. فانوس بقمر ضاع التعب وياك، ليش تحاسبت على ما مسويه. الله 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 الله. فانوس بقمر ضاع التعب وياك، ليش تحاسبت على ما مسويه. يردن خاليات العين والتابوت اذا طاح العزيز وما يرد ليهن. على اطراف الاصابع عمر شلت الطين، وعلى خدود الاحب وما اخلي. شن هالاحساس اللطيف. شنو الاشياء اللي تفتقدها؟ يعني بالمناسبه ذكرتني انه هسه احنا الاجواء السائده، اجواء زي ما تفضلت بدايه الحلقه، أخواننا في فلسطين يعني الله يكون بعونه للأمانة. يا أخي أشياء ما تقدر تتخلى عنها. شلون دول الأطفال جاي تموت أمهاتهم وأبائهم يعني الفقد. يعني الله يصبرهم. يعني أنا إذا أدخل للبيت و يعني وما أشوف أمي يعني ما أدري شو يصير. يعني أنا أول شيء أسوي أسأل على أمي. أوه حتى لو ما عندي شغل. ما هو ما عندي شيء، هو يعني على الأغلب أنا ما عندي شغل، مو حتى لو ما عندي شغل، بس هاي الشعور بالأمان يعني تسأل على أمك تسأل على أبوك. فأنا يعني أقول كل عام وحمامة بيتنا بخير، تمد جفوفها عمر ذا الجوع، تلم سنينها هالهولة للعيد، وعلى ضيم الليالي بطش الشموع. الله. سلام الله من أطب للبيت ما أقول، وين أمه وراها يصير موضوع. أولي سلام الله من أطب للبيت ما أقول. والله صايرة بينا كلنا، أول ما نفتح الباب وين أمي. إيه هيش وإحنا كبار. إيه بهذا العمر. سلام الله من أطب للبيت ما أقول، وين أمي وراها يصير موضوع. إيه هو هذا يعني هاي صورة انتشرت، هاي مال الأطفال اثنين واقفين على جثة والدتهم. الله يعينهم ويصبرهم. إي أيوة والله. ما نملك لهم إلا الدعاء. اي أيوة والله. اي أيوة والله. هاي كل الشعر اللي قريتها يدلل على محبه وسلام وامان. على قولت هلنا شحده ما بدا. اي اللي غيركم منو؟
ما يخالف خلي يعطوني فرصة ونشوف شو يصير. فأنا أقول لهم أعطونا فرصة. فبس أعطونا فرصة وهاي أخيرة. وباتر كل من يحاسب ضميره وعاتبكم عليها إن صار أنا هواية وحطكم بالزغير وبالكبيرة. غشيم وتنت شايلكم علمتون. أي والله. وعاقدكم مثل عقد الضفيرة. هسه النوبة حلكم بالها والهاب وكل من وحده يواجه مصير. الله. هاي هي مو؟ هي منها الخلاص. أي. هي هاي خيرة. لازم يكون موقف. مشكلة. أي. شنو علاقة الرياضة بالشعر؟ أنا أعتبر يعني بوجهة نظري. أي. توأم. صحيح والله. توأم من كل الأبواب. يعني شجع نادي وكذا وهاي التفاصيل. ما راح أقول لك إيش شجع، بس من خلال إيش راح أقرأ أنت تعرف إيش راح أشجع أنت والمشاهدين. طبت الحلوة القسمنا وصارت عليها قتال. جيد. ومن شف الطرف القصيبة توهمت حسبالي الشال سودة. اي وكيفت شيل أبس أبيض بلكة الشجع الريال. الله. ريالي. اي بس أحب ميسي. جيد. اي أنا والله بيني وبينك يعني ما أخفيك سر، أنا ما أريد أقول أشجع فلان فريق عن فلان فريق، أنا ذا يعني أباوع اللعبة وذول اللعب حلو حتى لو ما أعرف الفرق أباوع لها. أشجع المينا أطلع منها البصرة. لا لا أقصد لك على الفرق العالمية. على النوادي العالمية. يعني ممكن إذا صادفت وأشوف لعب جميل حتى لو ما أعرف ذول النوادي ولا عندي خلفية عنهم ممكن يعني أقدر أقعد وأباوع يعني يكون ميولك وقتي تعيش اللعبة. عافية عليك. مو قلت لك هي وبيني وبينك أكو ميول للجمال بكل جوانبه كل تفاصيل صح لو غلط الجمال أكيد يعني أكيد. هو هسه احنا وين رحنا للرياضة. أنت قلت توأم. أنا أحس حتى الناس الرياضيين غالبا ما يكونون يسمعون شعر. إيه متابعين للشعر وما يتحسسون مع مكامن الجمال. أكيد أكو جمال هنا وأكو جمال هنا وهنا اثنين المواهب بالمناسبة. حتى اللاعبين طبعا 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 عندي لاعبي المنتخب أغلبهم يعني علاقاتهم طيبة بالشعراء ويسمعون ويحفظون. أحمد المهرجانات اللي تقام بالمحافظات شلون تواجدك بيها؟ يعني خلي نقول جيد بس أنا مو غالبا ما ألبي كل الدعوات باعتبار انشغالك وكذا وهيك شيء يعني موظف نص من هاي إنه النص الآخر المهرجانات اللي أندعي لها غالبا ما تكون تتحدث عن شيء معين يعني تختصر. والشعر أنا بوجهة نظري ماكو واحد بالدنيا من حقه إنه يختصر الشعر. إيه حر. إيه أنت شو أنت الله خالقك حر. إيه كل إحنا كل الشعراء يؤمنون بهاي المقولة. يعني صح صح أنا أتفق جدا يعني. أتفق جدا وياك. وصلنا للختام. مسك بوجودك. فدوى عمرك. شلون تحب تختم لنا بقصيده؟ اقرا لك مقطوعه من طلبت فاقراها وياها قصيده؟ لا مقطوعه فقط. جيد لو تريد اقرا لك قصيده بكيف كيفك انت الوقت اللي يسعفنا اقرا لك قصيدة. كيفك اوكي. ما فرح قلبي بجيه العيد ولا ضحكن شموع بمواعيد ضميت دمع بالتجاعيد وحبيتك من بعيد لبعيد. الله. ولهنا ما قلت الواحد أي. لا يعني قبل القصيدة أي. هذا الإحساس مو موجع لو ما الوجع ما نكتب. لا يعني أنه يعني أشوف أنا لو أمتلك الجرأة وأقول مو مرات لو تمو جريء. لا ترجم مشاعرك على الورق أفضل حتى هم يبقون بحسرة ما تقول لهم بس هم يعرفون انه ما تقول زين وذا ما عندهم احساس شي قل لهم ما تقول يا قل لهم مشكله والله مشكله يا اخي. لهنا وانتهت لازم نحط لك حد اللي يدلل هواي هواي يتمرد. الله. لهنا وانتهت لازم نحط لك حد اللي يدلل هواي هواي يتمرد
شنه الفايدر مو شك خيوط نعاس ما قدر اني خيطن قلب المسرور الله. ومن قالوا لي عنك مثل طبع شنه الفايده شنه الفايدر مو شك خيوط نعاس ما قدر اني خيطن قلب المسرور. ومن قالوا لي عنك مثل طبع الهيل التهيت بريحتك ما قلت قلب اسود. من قالوا لي عنك مثل طبع الهيل التهيت بريحتك ما قلت قلب اسود. وانا ادري السجن ما ينفتح للضيف بس دقيت بابك حتى اشوف الرد. انا ادري السجن ما ينفتح للضيف بس دقيت بابك حتى اشوف الرد. لا تنغر تجي وباب الصلح مسدود تبين بالرقاب حرورة المبرد. وباكر هم تجي وتدور الايام ونتحاسب عليهن وحده وحده. يا ابو سوالف مثل حكي المناشير تاكل بلقي حبك روح ارده. الله لبت شيك بكثر ما حنت النوك بكثر ما دمع بايت على المخده بكثر ما فاتح الشباش بالليل وذكرك واختنق وبحرقه سده. الله لبت شيك بكثر ما حنت النوك بكثر ما دمع بايت على المخده بكثر ما فاتح الشباش بالليل وذكرك واختنق وبحرقه سده. ايش تفرق عشرتك عن الترابيت ولا تاخذ بنادم ما ترد. لبتشيك بكثر ما حنت النوم بكثر ما دمع بايت على المخده بكثر ما فاتح الشباك بالليل وذكرك واختنق وبحرقه سده. الله ايش تفرق عشرتك عن التوابيت اذا تاخذ بنادم ما ترد. تاخذ بنادم ما ترد قالوا لا تخلي لحلمك جناح ترى ينساك اذا طالت المده. من عدها وعرفت الطير لو غاب يعني بغير شجرة شوش عده. قالوا لا تخلي لحلمك جناح الله الله ترى ينساك اذا طالت المده. من عدها وعرفت الطير لو غاب يعني بغير شجرة شوش عده. كون اللي يعتذر من يغلط وياك مثل الطيف ما تقدر ترد. كون اللي يعتذر من يغلط وياك مثل الطيف ما تقدر ترد. هي المشكله قلبك رضا وياك بس عقلك يقول لك هذا حد. تحيه لهاي القصيده. الله يحفظك. الله يسلمك. والله تحيه لهاي القصيده. الله يسلمك ويحفظك ابو لك. وخير ختام. الله يسلمك. اخر كلمه انت تقولها للسيد المشاهد. نتمنى انه اليوم كنا خفيفين ظل عليكم ونوعدكم باشياء جميله ان شاء الله بالمستقبل. وشكرا لكم ولمتابعتكم وشكرا للكادر وللجنود المجهولين وشكرا لحضرتك. الله يعزك. وشكر كبير جدا مني ومنك يا احمد الزرفو ومني كممثل عن مدينه الديوانيه. والنعم منك ومن الديوانيه الحبيبه. الف تحيه لك. مشاهدينا الاكارم شكرا لحسن مشاهدتكم. نلتقيكم في حلقات قادمه. وصلنا وياكم الختام هذه الحلقه. كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري. في امان الله.